مرحبا بكم خوتي في قناة أكادير لانس. احنا اليوم قرب المنطقة الشاطئية، غادي نحاولوا نتبعوا المسار ديال ترامباس اللي ها هو كتشوفوه راه كاين سيمانايا. هذا ترامباس غادي نحاولوا او امل واي غنحاولوا نتبعوه حتى نوصلوا لجهه والطيور. هذا هو الطريق ديالو، وراه كتشوفوا هنا كاين جوج طرقان كاين هنايا. هو ها هي الطريق اللي بالسيما، وهنا كاينه اللي كتشوفوا القدام راه كاين الشاطئ، وهنا كاين طريق امل واي. غادي نحاولوا نسربيو شويه لان كنتمشاو على رجلينا باش نمشيو في الطريق ديال امل واي. هي الطريق راه كيجي من هنايا ياك، كيجي من هنا، راه هنا انتيردي، راه دايرين بلاكه ديال انتيردي، وغيحاول يدور على اليسر باش يشد الطريق الجهه. اوكي، طريق المقار ديال الجهه، ها هو راه غيدور على البلاصه اللي بالحمراء. اوكي، ورا كتشوفوا راه كاينه البلاكه ديال انتيردي هنايا، ها هي راه ممنوع ياك، راه كاينه البلاكه ديال انتيردي راه القدام، يعني هنا فاش كيدوز داك ترامواي ولا الامل واي كيتسمى كل واحد شنو كيسميو. غنحاولوا غنحاول نقطع باش نقطع هنا. راه كاين الطريق على اليمين، الطريق ديال الامل واي، وفي الوسط راه دايرين واحد الطريق ديال الدراجات الهوائيه، يعني ماشي الدراجات الناريه. اوكي، راه كتشوفوها هي بالزرق، وكاين الربيع اليمن، وهنا كما كتشوفوا على اليمن راه المقر ديال الجهه ديال جهه سوس، وهنا كنتمشاو في البلاصه ديال الدراجات. راه كتشوفوها هي الدراجات، يعني الي اي روتور، ونتمناو مالين الدراجات يحافظوا على هاد المسار ديالهم، يعني ما يحاولوش يدخلوا مع الطوموبيلات ولا البلاصه ديال التراموي. وكاين حتى واحد الطريقه ديال التشجير هنايا، راه داروا شي دي ديكورات يعني فيهم الربيع ياك، وفيهم حتى ديكور. ها هو الديكور، وغنمشيو في الطريق ديال الدراجات. وديما كما قلت لكم راه التراموي كيكون على ولا الامل واي كيكون على اليمن، سير حتى كتوصل للدوره الاولى الفيراج الاول. يعني راه مناظر جميله هنا على اليسر، كاينين الابناك المعروفه، كاين حتى محلات تجاريه في الشارع الاخر، وهنا كما قلت لكم راه كاينه الجهه، وكاينين ثاني شي ابناك اخرين. هنا كما كتشوفوا على اليمن راه كان الحي الاداري القديم، باقيين فيه شي ادارات قلال، لان الحي الاداري الجديد راه هو اللي تحول جهه رياض السلام، و اللي مقابل معاه هوت فونتي. اوكي، وهنا ابناك اخرين، كاين ابناك بزاف، ابناك الكبار في المغرب. هنا راه تبعنا دابا الخط ديال الامل واي، راه هو اللي كاين على اليمن، راه فيه السيما ماشي الكودرون. غنحاولوا نقطعوا تخوا الطريق ونقطعوا باش نقطعوا الجهه الاخرى. هنا تاني راه كاينين دي كافي ريستورونات معروفين على اليمن. ورا دابا
هذا هو الفيراج الاول، الفيراج الاول ديال الفيراج الثاني عفوا ديال الامل واي. لان الفيراج الاول راه كان حدا الولايات، ما كفاش اول فيراج كينعرج فيه، يعني المنعرج الاول. هنا فين كتواجد محطه بيترومين، راه ملي كتجي من هذا الطريق راه كتبان لكم على اليسر ديما، هي راه قديمه هنايا. بسم الله. بعض المرات راه ما كنبغيش نهضر بزاف، لان كنبغينا يعني تشوفوا المناظر وتشوفوا شنو كاين. هذه باقي راه هي طريق هنايا. هنا كما كتشوفوا هنايا راه كاين المحل ديال المايسترو المعروف ديال الحوايج، فيه عندهم ملابس زوينه ويعني في المستوى سيرتو ديال الرجال والصبابط، معروف هذا المحل هذا. هنا الجانب الثاني الحي الاداري القديم، هنا فاش كاينه الاذاعه والتلفزه المغربيه. هنا غنحاولوا ندورو هكا على اليسار بحال غادي جهه الشرف وجهه لاسيتي سويس، والنيشان كما كتشوفوا على اليمين كاينه ساحه الامل. النيشان راه تماك الشارع الحسن تين، عقلتوا على داك لا فيديو اللي درنا واحد المره على الامل واي، راه كيمشي من هنا ديريكت الحسن الثاني، شارع الحسن الثاني فين كاينه محطه اومليل حتى كيكمل. هذا هو المسار ديالو. نحاولوا نقطعوا على اليسر، الدنيا خاويه مع العيد ولكن ماشي مشكل. راه الطريقه ديال يعني البني والطريقه ديال العماره مزيانه بزاف. هادو راه كاينين محلات معروفين هنايا، هاد الشارع راه معروف كما قلت لكم، راه كاين المسجد ديال لمنى هنايا، ونيشان راه لا سيتي سويس والشرف. نرى هاد المحلات ولكن راه كلشي سد مع العيد هذا. كلشي ساد، يعني راه باقي العيد هذا. نرى محلات كما قلت لكم، عطى الله المحلات، محلات فيهم ديال السوايع ديال الحوايج، ولكن ان شاء الله تيفوت العيد بطبيعه الحال. غادي نرجعوا للبلاصه فين حطينا الطوموبيل. هنا سينما ريالتو راه كتبان لكم في الفوق، سينما ريالتو كاين دي كافي هنايا الى اخره. وهذا هو المسجد ديالنا.
معروف الى اخره. عم سيو دابا السياره ديالنا.